قال ابن القيم رحمه الله تعالى عند كلامه عن الأسباب المنجية من عذاب القبر أن يجلس الرجل عندما يريد النوم له ساعة لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه من يومه. تحاسب نفسك إيش سويت في اليوم، حلو، ثم يجدد له توبة نصوحة بينه وبين الله فينام على تلك التوبة. يعني كل يوم تب، سواء أنت مسوي غلط ولا صح. أنت كرم حبيبي. ايش قال لك ابوك؟